السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم حبيبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين بالبابا منورة ورين. ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلية ومفيدة، الحدوتة عنوانها سر الكنز، تأليف الأستاذة محاسن جابر، ورسوم الأستاذ هشام حسين، وجرافيك الأستاذ مصطفى حجازي. أصدقائي، ما هو سر الكنز؟ وكيف يفوز الإنسان به؟ وأين يوجد؟ وأسئلة كثيرة سوف نعرف إجاباتها ونحن نقرأ هذه القصة. الشيخ حامد رجل غني يحب الخير للناس ويحسن للفقراء. ذات يوم قصده فتى فقير يطلب منه صدقة. نظر الشيخ حامد إلى الشاب ثم قال: ولكني أرى الله قد أنعم عليك بنعمتين. أخذ الفتى يتلفت حوله بدهشة وهو يسأل باستنكار: نعمتان؟ أين هما يا سيدي؟ قال الشيخ حامد: الشباب والصحة، أليس كذلك؟ تنهد الفتى من الأعماق وقال بحسرة: ولكن تنقصني نعمة المال فأنا فقير. قال الشيخ حامد: المال لا يكون إلا بالعمل الشريف، فهو عبادة يتقرب بها الإنسان لله، وفيه مكسب حلال يعز النفس ويعلي الكرامة وبه تتقدم البلاد. فقال الشاب: لكني سمعت أنك لا ترد طلب المحتاجين والمساكين، ألست أنا واحدا منهم؟ فرد الشيخ قائلا: لا، لست منهم، وهم عاجزون ومرضى، محتاجون وغير قادرين على العمل. وهنا غرقت عين الفتى، ثم طلب من الشيخ أن يدله على عمل يتكسب منه. ابتسم الشيخ حامد ثم أمره أن يأتي إليه من الغد، وعده أن يجد على مر الأيام الكنز الذي يجعله من الأغنياء. وبالصباح الباكر توجه الشاب إلى قصر الشيخ حامد، فاستقبله البستاني وعرفه مهام عمله في الحديقة. وكان عمل الشاب هو العناية بالأزهار ورعاية الأشجار، وظل الشاب يعمل بهمة ونشاط حتى غابت الشمس. وفي نهاية اليوم استدعى الشيخ حامد الشاب ثم أعطاه قطعة من النقود فوضعها الفتى في جيبه، ثم أعطاه قطعة أخرى وأمره أن يرمي بها داخل صندوق خشبي موضوع بجانبه. وانصرف الفتى فرحا بقطعة النقود، لكنه بات في حيرة شديدة من أمر القطعة التي رمى بها داخل الصندوق الخشبي. ومضى عام والفتى على هذا الحال، يعمل طوال النهار في البستان، وآخر النهار يأخذ من الشيخ حامد قطعتين من النقود، واحدة يضعها في جيبه والأخرى يرمي بها داخل الصندوق الخشبي. وفي يوم من الأيام قال الفتى للشيخ حامد: أنا أعمل هنا منذ عام، وأنت كنت وعدتني بكنز ومع ذلك لم أحصل عليه حتى الآن. ضحك الشيخ حامد وفي الحال أحضر الصندوق ثم فتحه. فلما رأى الشاب الصندوق فرح فرحا شديدا، ثم صاح قائلا: إنها نقود كثيرة، نقود كثيرة. فأجابه الشيخ حامد مبتسما: إنها نقودك أنت، إنه الكنز الذي تطمع في العثور عليه وتفكر فيه ليل نهار، هذه النقود ادخرتها لك. ومضى الشاب وهو يردد مؤكدا: حقا، إن في العمل كنز. حدوتة تنصف الحدوتة.